إلى التعادل. ساعات ثلاثة من مكان إلى التعادل. المكان في مباراة تكتيكية كبيرة ومستوى عالي من الشعب اليوم. اليوم تسبب في عدد تقدم على المعلوم. إلى هذا المكان. لا لا عادي مرش يتأقلم مع هذه الوضعية الجديدة ارتباط نادي الأهلي في
الجدار عودوا إلى الفادي سيد عبد الحميد منهار ضع اللقب في هذا النهار وفي هذا الليل ويارة الأسفير شايف الماتش ازاي اللي حصل في الماتش النهارده؟ تعليق ايه على الماتش؟ عايز تتكلم فل؟ اتصور دي خلي الواتساب هاي اللي باخدها من النادي حزين تعليق على الماتش هي كلمه واحده هارد لك بس مش للعيبه ولا للمدرب اللي كانوا في الملعب الهارد لك ده للجمهور اللي سافر ورا الاهلي اللي اتعشم ورا الاهلي ان هو يحقق البطوله الجمهور اللي كان موجود في مصر اتمنى من اللعيبه ان هي تبص للاداء اللي هم عملوه يبص للجمهور اللي كله مروح وشه في الارض بسبب الاستهتار بتاعهم واستهتار الاداره ايا كان سواء الخطيب او سواء المديرين التقصير منين يعني من الاداره التقصير بيبدا من اول لاعب في الملعب لحد اكبر في اداري في الاداره مثلا عشان هو خلى الماتش النهائي بقى في المغرب الاداره عامه الاداره بكل اللي ما فيها بكل القرارات اللي هي خدتها بس شايف اداء اللعيبه برضه ما كانش قد كده ولا الاداء اللعيبه ما طلعتش من مصر معلش يعني مع احترامي لاكبر لاعب في الملعب ما جوش من مصر اللعيبه ما راحتش المغرب اساسا قعدوا يصدعونا بيانات وفي الاخر ما عملوش حاجه بس حصل في ضغط برضو يعني من المغرب او يعني ضغط من الجماهير برضو من الكوريه لا ده طبيعي دي الكوره بتاعت الشناوي محمد الشناوي ما يسأل يمكن يسأل عن الهدف الاولاني لكن لا يسأل عن الهدف الثاني يسأل التغطيه الغلط بتاعت محمد هاني التغطيه ساب اللاعب يتمشى براحته ان هو يسجل بس السلام عليكم الاول النهارده الماتش كان صعب على النادي الاهلي اللي الاهلي بيلعب ماتشه في المغرب فالدنيا كانت صعبه عليه وكمان عشان صعب الدنيا الجون الاول جه في توقيت ما ينفعش يجي فيه فالاهلي ما دخلش في الماتش النهارده الاهلي ما جاش النهارده كان ماتش متصعب على الاهلي والمفروض لعيبه الاهلي كان نص الملعب حمدي فتحي وديانج ما جوش النهارده كان ما كانوش بيستلموا كوره كتير ما كانوش ماسكين كوره اصلا نص الملعب هو المفروض يمسك كوره لو الاهلي مش مستعوذ على كوره وكانش ماسكين كرة في بدايه الشوط الاول وانا قلت ان الاهلي هيعوض الشوط الثاني فجي الشوط الثاني جون الكره اتلعبت الشناوي غلطه من الشناوي فجي الجون الثاني صعب الماموريه تماما على الاهلي ومش عارف والله بس قدر الله ما شاء فعل والنادي الاهلي نادي كبير وان شاء الله نعوض في البطولات الجايه Thank you.
الكرة